للحديث أكثر عن فشل العملية الانتخابية مع اقتراب الموعد المحدد لها وتذمر من موقف البعثة الأممية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أستاذ مصطفى، مع اقتراب الانتخابات في العراق تزايدت الصراعات بين شركاء العملية السياسية، كيف ترى هذا الصراع وإلى أي مدى يصب في مصلحة العراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن هذا الصراع هو الأمر الطبيعي والنتيجة الطبيعية لمشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، لأن كل طرف إنما يبحث عن مصالحه الشخصية والحزبية والفئوية والعرقية الطائفية والعرقية أيضا، وبالتالي ليس هناك على الإطلاق يعني ليس هناك على الإطلاق أي اهتمام بمصالح الشعب العراقي أو بمصالح العراق بشكل عام، لأن يعني هذه القوى والشخصيات والأحزاب والميليشيات كلها تأتمر بأوامر خارجية وتنفذ أجندات خارجية في العراق، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تتصارع على كل شيء، وخصوصا بعد أن يعني انخفض سقف التمويل الذي كانت تحصل عليه بسبب ارتفاع أسعار النفط في سنوات سابقة، والآن بدأت يعني تمارس عمليات السرقة والابتزاز والخطف وإلى آخره لتمويل نفسها، وبذلك يعني هذا الأمر كلما ازدادت هذه الصراعات سيكون في صالح تعجيل يعني خلاص العراقيين من هذا النظام الجاسوسي الإرهابي القاتل السارق المزور إلى آخره. نعم. من الصفات التي حازها باستحقاق طيلة السنوات الماضية. على الرغم من أن الاستحقاق الانتخابي هو أحد أوجه الديمقراطية، إلا أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت تقول إنه ليس من مهام الأمم المتحدة منح المصداقية للانتخابات في العراق. ماذا يعني ذلك في ظل تصريحاتها السابقة المثيرة لغضب أغلب العراقيين؟ أنا أعتقد أن الفريق الأممي الذي ستشكله الأمم المتحدة والذي تحدث عنه قرار مجلس الأمن بالأمس، إنما يعني منح الشرعية لسلطة قادمة ستفرزها الانتخابات التي لن يشارك بها العراقيون، وإن شاركوا بها فسيكون يعني الطريقة أو التي شهدناها طيلة محطات الانتخابات السابقة في العراق، حيث التزوير وحيث الإكراه وحيث الفتاوى الدينية التي تدفع الناس إلى الانتخاب هذه القائمة أو تلك، وبالتالي فمن المتوقع أن يعني أسوة بما حصل طيلة السنوات الماضية أن تمنح هذه البعثة الدولية الشرعية الزائفة لهذا النظام الذي سينشأ لهذه السلطة التي ستنشأ عن الانتخابات القادمة. والحقيقة يعني المهزلة أن نقول أن هناك انتخابات في العراق، الجميع يعرف كيف تحدث هذه الانتخابات وقضاها عمليا خلال السنوات الماضية. الأمم المتحدة للأسف لم تقم بواجباتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهذا طيب. في صلب عملها، وإنما سهلت هذا المشروع مشروع الاحتلال وتغاضت عن جرائم المحتلين وعملائهم في العراق. بحسب معهد بروكينجز فإن الأمم المتحدة متواطئة مع السياسيين في العراق لشرعنة الانتخابات المقبلة، ما هي مصلحة المنظمة الدولية من هذه الإجراءات التي تصب في غير مصلحة العراق والعراقيين؟ أولاً الولايات المتحدة هي الآمر والناهي في هذا الموضوع، وبالتالي هي من تحشد الدعم الدولي لهذه السلطة الفاسدة المجرمة في العراق. قبل يومين اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن
بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطلب منه العمل على دمج العراق في المنطقة. والحقيقة هو ليس دمج العراق، العراق جزء أساسي من هذه البقعة الجغرافية، وإنما دمج هذا النظام الفاسد الإجرامي القاتل السارق المزور لكل حقائق التاريخ في المنطقة، ضمن المنطقة، ليكون هذا النظام غدة سرطانية تعبث بأمن واستقرار هذه الدول. ولذلك الأمم المتحدة يعني خاضعة لهذه الإملاءات ولهذا النفوذ الأمريكي المعروف للجميع. وأيضا هناك المصالح الشخصية والرشا التي يحصل عليها هذا الطرف أو ذاك من العاملين في بعثات الأمم المتحدة في العراق من الأطراف السياسية الإرهابية في العراق، التي يعني لإدامة المشروع الإجرامي في هذا البلد. طيب برأيك يعني هل الثوار الذين خرجوا وقدموا شهداء يقبلون بهذا الترقيع السياسي الذي يحاول شركاء العملية السياسية فرضه بتدوير نفس الوجوه؟ يعني منذ الساعة الأولى لقيام ثورة تشرين المباركة وعلى مدى الأشهر الماضية يعني من عمر هذه الثورة، كان العراقيون الثوار يؤكدون مطلبهم الأساسي بإسقاط هذا النظام بدستوره، بأحزابه، بشخوصه، ببرلمانه، بكل الإجراءات التي نفذها في العراق خلال السنوات 18 الماضية. وبالتالي فمن الطبيعي أن لا يقبل هؤلاء الثوار بما سيتحقق في هذه المهزلة القادمة التي إن حصلت فربما ستغير بعض الوجوه، لكنها لن تغير المسار على الإطلاق، لأن هذا المسار محكوم بآليات الاحتلال وآليات تدمير مشروع تدمير العراق وآليات تدمير مشروع محو العراق، وهو الذي يجري حثيثا منذ غزو العراق عام 2003. كل ما يجري هو في هذا الإطار، وإن تبدلت الوجوه وتبدلت التسميات وتبدلت الشخوص، إلا أن المنهج هو نفسه، المنهج هو نفسه، والبرنامج هو نفسه. هذا هو المطلوب من هذه العملية الإجرامية جاسوسية، المسمات عملية سياسية في العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.